السؤال. واحد بيقول الكتاب يقول ان اله واحد ووسيط واحد هو يسوع المسيح، فلماذا الكنيسه تقيم وسطاء؟ شوفوا التفكير البروتستانتي الصعب انهم عايزين ايه؟ عايزين علاقة مباشرة مع الله بدون وسيط، علاقة مباشرة مع الله بدون وسيط، ولذلك يقعون في أخطاء ثلاثة. ايه ثلاثة أخطاء؟ ينكروا شفاعة القديسين ويقول لك دول وسطاء، وينكروا الكهنوت ويقولوا ده وسيط، وينكروا عمل الكنيسة ويقولوا دي وسط. الكتاب المقدس لما تكلم عن وسيط واحد يقصد في مغفرة الخطايا أو في الكفارة أو في دفع ثمن الخطية، ففي واحد فقط كان وسيطا بيننا وبين الله في دفع ثمن الخطية، في خلاصنا من الخطية، في دفع الكفارة أو الفداء عن الخطية، هو يسوع المسيح، ده اللي مقصود به. لكن الوساطة بصفة مطلقة ده كلام لا يوافق الكتاب. هقول لكم ليه. يعني خدوا مثلا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 3:9 بيقول من هو بولس ومن هو أبولس؟ إلا إنسانان آمنتما بواسطتهما. إذا أنتوا آمنتم بإيه؟ بواسطتهم. يعني كان في واسطة وصلت لكم الإيمان. وقطعا قطعا لابد من وجود وسيط يوصل لك الإيمان، لازم. أما الإيمان ده بيجي لك منين؟ بيهبط عليك من حيث لا تدرك. من هنا كان لابد من وسطاء يعملون في الكرازة، يعملون في التبشير، يعملون في التعليم، ينقلون إليك الإيمان. حتى من وانت طفل في إشبين بينقل لك الإيمان، في مدرس بدرس أحد بينقل لك الإيمان، في أب وأم بينقلوا لك الإيمان. الكنيسة عموما بتنقل إليك الإيمان، إذا هي وسيط نقل إليك الإيمان. زي ما بولس بيقول، يعني بولس وأبولس هما إيه؟ خادمان آمنتما بواسطتهما. وقيل عن يوحنا المعمدان إنه يعني إنسان آمن، جه عشان يؤمن الكل بواسطته. يؤمن الكل بإيه؟ بواسطته. بيقول لم يكن هو النور بل يشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم، آتيا إلى العالم في العالم كان، والعالم به كون والعالم لم يدركه. كان يوحنا كان إنسان مرسلا من الله اسمه يوحنا. لم يكن هو النور إنما ليشهد للنور لكي يؤمن الكل إيه؟ بواسطته. لم يكن هو النور إنما ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. أدي في وسيط الكل آمنوا به عن طريقه، لأن ربنا بيخلق ناس بيكلف ناس بهذا الشكل. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية إصحاح 5 بيقول إن الله أعطانا خدمة المصالحة، نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعظ بنا ننادي اصطلح مع الله. إذن دول سفراء. طب والسفراء عبارة عن إيه؟ عن وسطاء. هتسمي السفير إيه؟ وسيط.
وسيط ربنا كلفه بخدمة المصالحة عشان يعمل مصالحة بينه وبين الناس. يقول لي ما فيش وسيط، طب خلاص شوف مين يصلحك مع ربنا، مين اللي هيصلحك؟ طب الأنبياء كانوا ايه؟ ايه الأنبياء كان شغلتهم ايه؟ وسطاء بين الله والناس، ينقلون كلمة الله إلى الناس وينقلون توبة الناس إلى الله. امال كانوا بيشتغلوا ايه؟ الوكلاء. بولس الرسول في كورنثوس الأولى 4:1 بيقول إذن فليحسبنا الإنسان كوكلاء للوكلاء، كخدام لله ووكلاء السرائر الإلهية. خدام لله وإيه؟ وكلاء السرائر الإلهية. والسيد المسيح قال إن ليه وكلاء. قال يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حين؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. إذن في وكيل أمين حكيم ربنا استأمنه يعطي الطعام الروح الشعب. تقول لي ده وسيط ولا مش وسيط؟ يبقى فيه وكلاء وفيه سفراء وفيه أنبياء وفيه رعاة، والرعاة دول مين عينهم؟ ربنا. وفيه أسقف وخصوص، مين عينهم؟ ربنا. تقول لي جات منين؟ تقرأ في أعمال 20:28 يقول لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. وبيقول كنيسة التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، التي أقامكم الروح القدس فيها إيه؟ أساقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يبقى ربنا هو اللي عينهم. وبيقول جعل الله في الكنيسة رعاه وأنبياء ورسل وحاجات دي، كل دول مش وسطاء؟ ومن بيشتغلوا إيه؟ بس دول خدمتهم في التعليم، في التقويم، في التهذيب، في التوعية، في المصالحة، في نقل كلمة الله إليهم، إلى آخر هذا الكلام. كمان مثلا الروح القدس بيعطى للناس إزاي؟ أنت بتاخد الروح القدس مباشرة كده بينزل لك من السماء؟ اقرأ في أعمال 8 وفي أعمال 19 إزاي الروح القدس خدوه الناس. جم الرسل ووضعوا عليهم الأيدي، وأول ما وضعوا عليهم الأيدي نالوا الروح القدس. يبقى كان في وسيط بيديهم الروح القدس ولا لا؟ ده حتى في الرسامة الروح القدس نفسه قال للكنيسة افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه، فوضعوا ايديهم عليه. في وسطاء ولا لا؟ فرق بين الكفارة وفرق بين الحاجات التانية. اقروا آخر كلام في إنجيل متى وآخر كلام إيه في إنجيل مرقس. في متى 28 قال لهم تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. إذن هو كلف ناس من عنده بينه وبين الشعب يتلمذوهم يعلموهم يعمدوهم. طب وانت من غير هذا الوسيط مين هيتلمذك؟ مين هيعلمك؟ مين هيعمدك؟ عمدك ملاك من السماء برضو يبقى وسيط. امال مين اللي عمدك؟ هيجي لك الماء ينط عليك كده يقول لك انزل تحتي؟ مين اللي هيعمدك؟ واذا ما لقيتش حد يعمدك مش هتخلص، لان الكتاب بيقول من امن واعتمد خلص. طب كفايه كده الريكوردرات احتجت، نكتفي بكده نقول